تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، احتفل اليوم بافتتاح مستشفى الراز الجديد بمنطقة الصباح الصحية التخصصية. حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة. بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. وألقى معالي وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي كلمة في الاحتفال، أكد فيها أن ما حققته الكويت من إنجازات صحية وتنموية شهدت بها المنظمات الدولية والإقليمية والعربية جاء للرؤية الصائبة والواعية للقيادة الرشيدة في البلاد، ويجسد على أرض الواقع موقع الصحة كأولوية تنموية رئيسية في برنامج عمل الحكومة. وأشار معاليه إلى أن مشروع مستشفى الراز الجديد يتكامل مع استراتيجيات وبرامج وخطط الوزارة للتطوير المستمر لأداء النظام الصحي وتوفير التغطية الصحية الشاملة. وبين وزير الصحة أن الوزارة حرصت على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في تخصص جراحة العظام، واستحدثت لذلك البورد الكويتي لجراحة العظام تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية. ثم شاهد الحضور فيلما تسجيليا عن المشاريع الصحية المستقبلية في شتى المجالات. عقب ذلك قام سموه بقص الشريط التقليدي احتفالا بافتتاح المستشفى، ثم تفقد أجنحة وأقسام المستشفى الذي اشتمل على 10 أجنحة وغرف العمليات والأشعة والعلاج الطبيعي. واستمع سموه إلى شرح مديرة المستشفى الدكتورة منى عبد الصمد وعدد من الأطباء كعما تضمنته الأجنحة والأقسام من تجهيزات ومعدات وفقا للمواصفات العالمية وبما يتفق مع معايير واشتراطات منع العدوى وسلامة المرضى.